قبل ما اسيب حضرتك عايز برضو ابارك لك على البرنامج، على قناة المحور، على صديقك الدكتور حسن راتب، على كم المحللين اللي جايين. يعني احنا بنتكلم في اكتر من 15 محلل، على 15 ناقد رياضي، على يعني لعيبه ومقدمين، ومعايا طبعا زميلي احمد جمال ان شاء الله يكون متواجد معايا بعد شويه وهيكون معايا طبعا في البرنامج. فانا عايز ابارك لك وعايز اشكرك انت والدكتور حسن راتب. لا، احنا عايزين نشكر النائب محمد اسماعيل الصديق العزيز مستشار محمود عسال في الاول انهم استضافونا فتره كبيره في قناه الحدث. يمكن هم لغايه دلوقتي اعتقد هم مستمرين، يعني احتمال ناخد اليومين اللي احنا مش هناخده بين هناك. كل الشكر والتقدير والاحترام. اشكر الدكتور حسن راتب اللي يعني وفر كل الامكانيات انه يطلع البرنامج بشكل المحترم دون. وبعدين الناس لازم تعرف لما يكون معانا عبد الحميد بسيوني واحمد الكاس وسامي الشيشيني واسماعيل يوسف كمحللين يعني، وجمال حمزه واحمد كابتن احمد عبد الحليم، كابتن طارق يحيى، كابتن سامي الشيشيني، كابتن مدحت عبد الهادي، معانا كوكبه من نجوم الزمالك صحيح التحليل، معانا كوكبه من الصحفيين، معانا كريم ابو حسين، معانا ايهاب الفولي، محمد الشرقاوي، منتصر عبد الشافي صوت، محمد الراعي، مصطفى جويلي، شادي عيسى، صحيح مجموعه متميزه جدا جدا، علي بركه، وعلي بركه ومحمد رجب. ربنا، انا خايف اكون نسيت حد. اولا ربنا يوفقهم باذن الله ان شاء الله، يعني ان شاء الله نقدم. احنا يعني يمكن انا قعدت مع حضرتك وكان توجهنا ان احنا عايزين نقدم برنامج بعيد عن التعصب تماما. احنا بننتمي نادي الزمالك وبنطالب بندافع عنه في الحق فقط، وبنطالب بالعداله لجميع الانديه، وده هدفنا من البرنامج يا سياده المستشار.